أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنعمل المحاضرة على الكرونري فيسلز، بس إن ناتشل يعني مختصرة شوية. وزي ما قلنا إن الكرونري فيسلز دي من أهم المواضيع في الطب، لأن هي الكرونري هارت ديزيز بيتسبب في وفاة ثلث البشر فوق سن 65. فده موست كومن كوز اوف ديث، فدي مهمه جدا محاضره الكرونري. فنتوقع الله وهنبتدئ. فاول حاجه هنتكلم على الاناتوميكال كونسيدريشن، الاعتبارات التشريحيه في الكرونري سيركوليشن. ففي الاعتبارات التشريحيه الاناتوميكال كونسيدريشن بحب النظام هندرس ثلاث نقاط: الارتيريال سبلاي، وتاني نقطة الكابيلاريز، وتالت نقطة هنتكلم على الفينز. نبتدي على الارتيريال سبلاي. طبعا زي ما قلنا ان احنا عندنا الكرونري ارتريز، وي هاف تو كرونري ارتريز، وعلى فكرة هم سموهم كرونري ارتريز يعني الشرايين التاجية، لان لو تخيلنا ان ده منظر القلب بالشكل ده، فبتلف حواليها الفيسلز زي التاج كده في صورة تاج، عشان كده سموها الشرايين التاجية. We have two coronary arteries, left and right coronary arteries. وعشان ناخدها بطريقة سهلة، ففي 80 to 90% of people، في 80-90% من الناس ال coronary arteries متوزعة بالشكل الآتي. فالرايت كوروناري ارتري بيغذي، تذكر معايا بطريقه سهله، ثلاث حاجات: الرايت فنتكل نمره واحد، البوستيرور وول اوف ليفت فنتكل نمره اثنين، والبوستيرور وان ثيرد اوف انتر فنتريكولار سبتم نمره ثلاثه. يبقى ثلاث اجزاء هم. الاهم طبعا هو الليفت كوروناري ارتري. ليه؟ لان ده المسؤول الاساسي عن تغذيه الليفت فنتكل، هو الاهم. فده برضو بيغذي ثلاث حاجات، ركز معايا: الانتيرور وول اوف ذا ليفت فنتكل، الليفت لاترال وول اوف ذا ليفت فنتكل، والانتيرور تو ثيردز اوف ذا انتر فنتريكولار سبتم. يبقى ده ثلاثة وده ثلاثة. الرايت فنتكل الرايت كورونري ارتي بيغذي الرايت فنتكل، بوستير وول اوف ليفت فنتكل، اند بوستير وان ثيرد اوف ذا انتر فنتريكولار سبتم. الليفت كورونري ارتي ثلاثة برضه، عشان تبقى شوف النظام، يبقى الواحد يفتكر الانتيرور وول اوف ليفت فنتكل، الليفت لاترال وول، والانتيرور تو ثيردز. طبعا ده بالاضافه ان الرايت كورونري ارتي بيغذي الرايت اتريوم، والليفت كورونري ارتي بيغذي الليفت اتريوم. بس الاتريوم مش مهمه، لان قلنا ذا مين فانكشن اوف اتريا از نوت تو بامب بلاد. الوظيفه الاساسيه للاتريا مش انه يضخ الدم، انما تو اكت از ا بلاد ريزرفوار. البرانش من الليفت كورونري اللي بيغذي الانتيرو تو ثيردز اوف ذا انتر فنتريكولار سبتم اسمه انتيرو انتر فنتريكولار ارتري. انما المعلومات الشيقه والقيمه ان من اهم البرانشز اوف ليفت كورونري ارتري هو اللاد، اللي هو الليفت انتيرو ديسندنج ارتري. ليه ده من اهم البرانشز؟ لان ده لو حصل له يعني كومبليت اوبستراكشن almost always بيؤدي ذلك الى الوفاه، لدرجه ان سموا هذا اللاد الويدو ميكرز، يعني صانع الارامل. طيب في نقطه لا يمكن اخفالها في الارتيريا سبلاي، وهي الانستموسيس، يعني الاتصال ما بين الارترز. لو اتقفل واحد، هل هيحصل اتصال بالاخر بحيث يعوض؟ فدي مهمه. زي ما شفنا في حاله السيريبرال سيركوليشن كان الانستموسيس ملوش قيمه تذكر. في الكاردياك ماسلز مش بالظبط كده. تعال نتفرج. اولا يوجد انستموزس ما بين الكاردياك ارتريولز ومن ناحيه الاكسترا كاردياك ارتريولز، يعني الكاردياك مع الارتريولز اللي بره القلب. وفي تاني انستموزس موجود ما بين الكاردياك والكاردياك، كاردياك ارتريولز واخوانهم من الكاردياك ارتريولز. طب تعال نشوف بقى الانستموزس ده هيشتغل ازاي. هناخد حالتين. لو حصل اوكلوجن لميجور كوروناري برانش، تفرق لو حصل صادن بصوره فجائيه او لو حصل جراديوال.
تصرف الأنستموزس هيختلف في الحالتين. فلو حصل sudden occlusion ل one of the major branches of coronary vessels الأنستموزس بالبلدي كده مش هتسعفنا. ليه؟ هتفتح وهيفتح new collaterals في غضون ثواني، لكن دول لن يكفوا لتلك إلا لأقل من نص احتياج الكاردك باصل للبقاء على قيد الحياة. يعني الأنستموزس لما بيفتح ما بيكفلش إلا أقل من نصف الكمية اللازمة لبقاء القطعة من عضلة القلب دي اللي اتقفل عنها الأرتري لأنها تبقى على قيد الحياة. عشان كده هيحصل إسكيميا، يعني نقص في الدم، وبالتبعية مايوكاردال إنفاركشن، يعني death of this part of the cardiac muscle. يبقى نخلص بالبلدي ان الانستموزس ما بين الكارديك فيسل كارديك ارتريولز لن تسعفنا في حاله السادن اكلوجن، والنتيجه هتبقى اسكيميا اند مايوكاردال انفاركشن، لانها بتفتح في ثواني بس لا تكفي الا لاقل من نصف الاحتياج. انما الشيء الرائع في حاله الجراديوال اكلوجن، وليه بقول الرائع؟ لأن الجراديال أوكلوجين ده هو الأكثر شيوعاً، فبسبب تصلب شرايين القلب الذي يحدث في معظم إن لم يكن كل البشر بيحصل عندهم جراديال أوكلوجين في الكوروناري فيسلز. فالحمد لله بسبب الأنستموزس ده الجراديال أوكلوجين لا يؤدي إلى أكيوت كاردك إبسود، مش هيؤدي إلى أي نوبة قلبية حادة. شيء رائع، يعني في الأكثر شيوعاً وهو الانغلاق المتدرج اللي بيحدث في كل البشر لن ينتج عن ذلك أكيوت كاردياك إبسود، نوبة قلبية حادة. كل ما هيتقفل حاجة هيفتح شوية كولاترالز، يتقفل تاني يفتح مور كولاترالز، يتقفل تاني يحصل مور كولاترالز لحد ما كل الكولاترالز تفتح، وإيفن في النهاية حتى الكولاترالز هيحصل لها أثيروسكلروزيس وعليه حتى الكولاترالز هتقفل وعليه عضلة القلب مش هتلاقي تغذية كافية، فهيحصل كاردياك فيلير. بس ده فين بقى؟ في الأولد إيج. وأحب أقولها إن الناس اللي هو الحمد لله لم يصيبها أمراض عبر السنين، أمراض مميتة عبر السنين الطويلة، النهاية بتبقى إيه؟ محدش هيخلد. النهاية إن الكولاترالز هتفتح كلها، وفي الآخر تبتدي يحصل لها هي نفسها تتسد بالأثيروسكلروزيس، فعضلة القلب لا تتلقى الكمية الكافية من الدم ويحصل cardiac failure، وده the most common cause of cardiac failure في الأولد إيج. ده كان بالنسبة للأرتيريال سبلاي. نبتدي ناخد الكابيلرز. كابيلرز في نقطة واحدة في الام اس كيو مهمة، ان احنا عارفين ان في الكابيلرز في السيركوليشن كان في ظاهرة اسمها الفازو موشن. من روائع الخلق والخالق ان الكابيلرز بتغذي اي اورجانز مش فتحة كلها في ان واحد، شوية فاتحين والمعظم منغلق، 90% منغلقين، وبعدين بعد شوية دول يقفلوا ودول يفتحوا، يعني يتبادلوا. يبقى بص الايه بتتحرك اهو، فسموها الفازو موشن، حركة الفيسلز. وقلناها ليه؟ في السيركوليشن، لان لو كل الكابيلرز في الجسم فتحت في ان واحد حجم الدم مش هيكفي يملاها كلها. طب هتقولي طب ما كده ربنا حط دم يكفي نفتح كل الكابيلرز وتتملي كلها دم، يبقى حجم الدم هيزيد جدا وعليه الكاردياك وورك هيزيد جدا، هيبقى في مجهود على عضله القلب مش ليس من قبل القلب ان هو يقدر يعملها. فمن الرائع ان حجم معين من الدم، مجهود محدود من القلب، يخلينا نعيش سنوات طويله وتتبادل الكابيلرز الفتح والانغلاق في الديفرام فيسل فازو موشن، لانها لو فتحت كلها في ان واحد هيحصل شوك، هيحصل يعني شوك بسبب انهيار في الضغط الدم. هذه الظاهره سؤال مسكي مهم، غير موجوده في الكاردياك ماسل، لان الكاردياك ماسل عضله بتنقبض من المهدي الى اللحم، ما بتتوقفش عن الانقباض، ما فيش حاجه اسمها كابيلرز تبقى قافله ونتبادل، لازم فقط في عضله القلب كل الكابيلرز تبقى فاتحه. فعشان كده لا يوجد، سؤال مسكي مهم، لا يوجد فازو موشن في الكابيلرز في عضلة القلب. ننتقل للنقطة الثالثة وهي الفينس درينج. كلنا يعلم
ان الفينس درينج بتاع كل الجسم بيصب في الرايت اتريوم اوف ذا هارت. وعليه نطبق نفس القاعده، يبقى الفينس درينج فروم ذا ليفت فينتكل والرايت فينتكل بدورهما هيصبوا برضو في الرايت اتريوم. طبعا يبقى زي ما بنقول ان الليفت اتريوم هو الاهم، فالليفت الليفت فينتكل اسف هو الاهم، فالليفت فينتكل most of the venous drainage from the left ventricle هيرجع الرايت اتريوم عن طريق الكورونري ساينس، وهذا يمثل 75% من الفينس درينج اوف ذا هارت. وفي حاله الرايت فينتكل برضو معظم بقول معظم وليس الكل، لان دي مهمه في الريسبريشن بنقولها، معظم وليس كل الفينس درينج بتاع الرايت فينتكل بيرجع برضو الرايت اتريوم عن طريق السمول انتيرو كاردياك فينز. يبقى باختصار الليفت فينتكل عن طريق الكوروناري ساينس والرايت فينتكل عن طريق السمول انتيرو كاردياك فينز، ودي معلومه مش مهمه قوي في المالتيبل تشويس. ننتقل الى النقطه الثانيه وهي الكوروناري regulation of the coronary blood flow. واحد من اهم الموضوعات regulation of coronary blood flow. دلوقتي انا عاوز اعلمكم حاجه لطيفه، ان قلت ان كل الفاسكولار سيستم ما هو الا blood flow في tubes اللي هي الفيسلز، فينطبق عليها المعادله البسيطه جدا اللي عارفينها من واحنا اطفال اللي بتنطبق على اي flow. النقطة الثانية اللي انا علمتكم ان احنا في كل موضوع we are thinkers، بنفكر وimagine ونتخيل، فبنرد الموضوع من الخصوصية الى العموم. يعني ايه؟ هو بيقول لي اتكلم عن regulation of coronary blood flow، يبقى هو في النهاية عبارة عن flow. coronary blood flow عبارة عن flow. الفلو في اي تيوب ملهاش علاقة بالطب ولا بالفيسيولوجي، الفلو في اي تيوب بيعتمد على عاملين. الفلو بيتناسب طرديا مع فرق الضغط بين طرفي التيوب. The flow is directly proportional to the pressure gradient اللي هو P1-P2، ويتناسب عكسيا مع الريزيستنس اوف ذيس تيوب. يعني كل ما زاد فرق الضغط بين جانبي التيوب P1-P2 اللي هي بنسميها دلتا P هيزيد الفلو، عشان كده حطينا فوق. بينما كل ما يزيد الريزيستنس بتاع التيوب هيقل الفلو. اظن معادله سهله جدا. يبقى الفلو لما يقول لك في اي سؤال نظري اتكلم على الفلو، رد الموضوع من الخصوصيه الى العموم، ان اي فلو بيعتمد على شيئين في اي تيوب، دايركتلي بروبورشن للبريشر جريدينت وانفرسلي بروبورشن تو ريزيستنس. تصور لو كتبت هذا الكلام بس هتاخد نمر، وانت ما كتبتش حاجه متعلقه بالطب، كتبت حاجه عامه. وده كمان بيخلينا ننظم تفكيرنا. يبقى اذا الريجوليشن بتاع اي فلو بيعتمد في النهايه على شيئين، البريشر جريدينت وعلى الريزيستنس. نبتدي بالعامل الاول وهو البريشر جريدينت اللي هنسميه في هذه الحاله كورونري بيرفيوزنج بريشر اللي هو P1-P2. طيب الكورونري بيرفيوزنج بريشر، وده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، ايه هو الكورونري بيرفيوزنج بريشر؟ مين P1 ومين P2؟ برضه نفكر كعادتنا، بنحب وي ار ثينكر، احنا بنحفظ بنفكر. الكورونري فيسلز وظيفته الاساسيه انه يجيب الدم من الاورطه، لان احنا قلنا ان الكورونري فيسلز دي طالعه منين؟ من الروت اوف ذا اورطه. منين بالظبط؟ من حته اتساع عند روت اوف ذا اورتا اسمه كورونري ساينس، خلف الكاسبس بتاعت الاورتيك فالف. حتى دي يمكن كنا اغفلناها، دي قلتها. يبقى الكورونري فيسلز طالعه من الروت اوف ذا اورتا، من عند الحتت اسمها الساينس خلف الاورتيك كاسبس. وبرضه قالوها لكم دلوقتي، هو ايه اللي بيمنع ان الكاسبس تقفل فتحات الكورونري؟ حاجه اسمها ايدي كارنتس، اللي هي ان في تيارات بتبقى، التيارات دي
عامله دوامات وانعكاسات بتبقي الكاسبس بعيده عن الاورفيس. فالمهم يبقى الكوروناري جاي منين؟ من الروت اوف ذا اورتا، عامل اورتا. حتى قلنا من الروت اوف ذا اورتا، اتلقى اول جمله من عند الساينسز خلف الكاسبس، ورايح هتغذي مين اساسا؟ قلنا بيغذي الايترا والفنتكل، بس الاهم هو الفنتكل، فراح هتغذي الفنتكل وده الاهم. يبقى الكوروناري بيرفيوزنج بريشر اللي هي بي 1 ماينس بي 2، الكوروناري فيسلز جايه من الاورطة ورايحه للفنتكل، يبقى الفلو هيعتمد على فرق الضغط في الاورطة اللي هو الاورتيك بريشر عنه في الفنتكل اللي هو الفنتريكولار بريشر. وفي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو هنا، النوت فينس بريشر وليس الفينس بريشر. طيب نمسك بي 1، كلنا يعلم ان الاورتيك بريشر النورمال اورتيك بريشر في الريستنج ادلت عدد كل الناس عارفاه، عوام الناس عارفاه، 120 في السيستول على 80 في الدايستول. طب نيجي بقى الحاجة الأصعب، طب البريشر في الليفت فنتريكل كام؟ احنا عارفين بيبقى في السيستول 121، وفي الدايستول ما نغلطش، مش عاوز عبط، الدايستوليك بريشر في الفنتريكل مش 80 زي الأورطة، إنما زيرو. وشرحت ليه البريشر في الفنتكل في الدايستول لازم يبقى زيرو، لان في الدايستول الفنتكل بيتملي في الاتريا، البريشر في الاتريا اراوند زيرو، عشان الدم ينتقل من الاتريا للفنتكل في الدايستول من الاتريا للفنتكل يبقى لازم البريشر في الاتريا يبقى اعلى قليلا من البريشر في الفنتكل، لان اي دم بينتقل من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل، سمبل فيزيكس. طب اذا كان الضغط في الاتريا حوالين الزيرو، يبقى عشان ينتقل الدم من الاتريا للفنتكل في الدايستول لازم البريشر في الفنتكل يبقى زيرو، واذا قلت اي حاجه غير ان هو زيرو قلت هتاخد زيرو. من اهم المعلومات في الام اس كيو ان الدايستوليك بريشر في الفنتريكل زيرو بوث فنتكلز الليفت والرايت. طيب يبقى تعال نشوف بقى تبع عند الارقام، والارقام لا تكذب. البريشر في السيستول في الاورطة 120، في الفنتكل بيبقى 121. وحتى لو طالب قال لي ليه كتبتها 121، تعالى برضو نفكر فيها، سيمبل فيزيكس، احنا الليفت فنتكل بيضخ الدم في الاورطة، يبقى الدم هيتجه في السيستول من الليفت فنتكل الى الاورطة من الاعلى الاقل، يبقى لازم يبقى الضغط في الليفت فنتكل اعلى من الاورطة، عشان كده هنا 121 وهنا 120. يبقى شوف الدقة، سيمبل فيزيكس، الدم بينتقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل. طب هنا في الاورطه في السيستول 120، يبقى لازم في الليفت فنتكل يبقى اكتر شويه، يبقى 121. المهم نخلص من كده ان في الداس في السيستول مفيش بريشر جريدينت يذكر ما بين 120 و121، ده بالعكس سالب 1، يبقى الكوروناري بلاد فلو ما بيحدثش في فتره ال سيستول لان مفيش بريشر جدا. واقول لك وهلي سبب اخر، ان في اثناء السيستول الكابيلرز في الفنتكل في لما الفنتكل بينقبب بتبقى سكويزد كلها ابسد، يعني لا في بريشر جريدينت والكونتراكشن، السيستول بيقفل الكابيلرز، يبقى انسى موضوع الكورونا بلاد فلو في السيستول، يبقى معظم الفلو هيحدث في الليفت فنتكل في حاله ال داستول. ليه؟ لان البريشر هنا 80 في الاورطة وهنا البريشر زيرو. قلت اوعى تنسى في الدايستول الفنتريكولار بريشر بيبقى زيرو الا هتاخد زيرو، يبقى في فرق مقداره 80، يبقى الفلو هيحدث في فتره الدايستول في الليفت فنتكل اللي هو الاهم. تعال بقى نتكلم على الرايت فنتكل نلاقي الكلام مختلف قليلا. في حاله الدايستول هو ان البريشر في الرايت فنتكل بيبقى في فترة السيستول قلنا 25، وما تنساش وفي فترة الداستول بيبقى زيرو وإلا هتاخد زيرو، يبقى في فترة الداستول هنا البريشر 80 في الأورطة هنا زيرو، يبقى هيحدث الفلو في الداستول، إنما استيل هيحدث في السيستول كمان لأن البريشر هنا 120 بينما البريشر في الرايت فنتكل 25، يبقى في جريدينت مقداره 95. انما ستيل قلت انه بانقباض الفنتريكل هيسكويز هيقفل الكابيلرز، فستيل الفلو بيحدث اساسا في الداستول. لو قلت لي ايه اهم معلومه هنا
في الام اس كيو انه الكرونري بلاد فلو بيحدث اساسا في الداستول خاصه في حاله ال افتح ودانك الليفت فنتريكل هو الاهم لسببين، لان مفيش جريدينت غير في فتره الداستول، والمتنين لان في فتره الداستول مفيش جريدينت، وفي نفس الوقت الكابيلاريز بتبقى مقفوله. طب تعالى بقى سؤال كنا خدناه في الكاردياك سايكل مهم، احب اوريك الكيرف بتاعه، انه نشوف الكوروناري بلاد فلو في فتره الداستول. اهو معظم الفلو الكيرف اللي تحت ده بيبين لك الكوروناري بلاد فلو، هتلاقي اعلى كوروناري بلاد فلو بيحدث في فتره ال داستول، معلومه مهمه جدا في الام اس كيو. طب نخص اكتر خاصه في الايرلي داستول، في بدايه الداستول. طب نقول معلومه ادق خاصه في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، يبقى الطالب الممتاز يقول الكورونال بلاد فلو يحدث في الداستول. طب الاكثر امتيازا بدايه الداستول. طب الاكثر امتيازا يحدد اكتر في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. وبقول وهنا تامل في انه وراء الخلق خالق، ليه ربنا خلى الكورونال بلاد فلو مش بس في الداستول، في الايرلي داستول؟ لانه ممكن لما الهارت يحصل له تاكيكارديا فتره الداستول، الداستول بتقصر لما يحصل تاكيكارديا. فكر معايا، شوف الحاجه الرائعه، مهما الداستول قصر اللي هيتلغي منه اللي هو الليت داستول، لكن عمر ما هنلغي الايرلي داستول. عشان كده ربنا خلى الكورونري بلاد فلو مش بس يحدث في الداستول، لما تبقى فاهم يقول نيفر تنسى، مش بس في الداستول انما في الايرلي داستول، لان في التاكيكارديا الداستول هيقصر بس يبقى وعمر ما هيتاثر الايرلي داستول. وهذا يدل على انه وراء الخلق قوة عاقلة قادرة ومقدرة. فما تنساش من اهم الاسئلة في ام اس كيو ان الكورونري بلاد فلو بيحدث في الداستول، ايرلي داستول نخصص اكتر في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. طب عشان نكمل المعلومة، طب اقل فلو بيحدث فين؟ في السيستول، اهو برضه في الايرلي سيستول خاصه في الايزومتريك كونتراكشن فيز، حتى التقابل يخليك تحفظ اعلى فلو في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، اقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن فيز. وهنا برضه اذكرك نراجع حته تاني بسرعه، ايه من اهم الاسئله اللي بتيجي في المالتيبل تشويس في الشفوي؟ الامبورتنس اوف داستول، ليه ربنا عمل سيستول وداستول، وايفن ودلوقتي فهمت اكتر فترة الداستول أطول. فالنورمال سايكل دورينج ريست بتاخد 8/10 من الثانية، 3/10 سيستول و5/10 داستول، 3/10 سيستول و5/10 داستول، يعني نسبة السيستول إلى الداستول 3:5، الداستول أطول. أول حاجة في الداستول الهارت بيرست بيرتاح نمرة واحد، نمرة اتنين في الداستول بيحصل الفنتريكولار فيلينج بيملى، وعشان كده قلنا في اثناء الداستول البريشر في الفنتكل فاكر كان كام؟ عشان يملى من الاتا زيرو. وتالت حاجه بيحصل الكورونري بلاد فلو، دي وظائف الداستول الثلاثه، ريست فيلينج اند كورونري بلاد فلو. والداستول ما تنساش اطول من فتره السيستول في النورمال ريستنج كاردياك سايكل. طيب نكمل. طيب يبقى خلصنا انه البريشر جريدينت، نعيدها تاني في عجاله، الدم جاي من الاورطه رايح للفنتكل، يبقى هو الفرق الضغط ما بين البريشر في الاورطه عنه في الليفت فنتكل في ناحيه الليفت كورونري عنه في الرايت فنتكل في ناحيه الرايت كورونري. وخلصنا ان من اهم الموضوعات في الكورونريز ان الكورونري بلاد فلو على عكس معظم الجسم، معظم الجسم بياخد في السيستول لان السيستول اعلى من الداستول، السيستوليك بريشر اعلى من الداستول، الا الكاردياك ماسل بتاخد اكتر في فتره الداستول خاصه الايرلي داستول خاصه الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. طيب في عضله القلب عندي بقى نقطتين مهمين جدا هنتكلم عليهم هنا. اكتر حته بتتعرض لضغط البلاد في الفنتكل هي الحته الملاصقه للبلاد اللي موجود في الفنتكل، اللي هي مين؟ اللي هي السب اندوكارديال بورشن. سب اندوكارديال بورشن، عشان كده من اهم المعلومات في الطب
ان اكتر حته بيحدث فيها المايوكارديال انفاركشن، موست اوف مايوكارديال انفاركشنز معظمهم اوكير بيحدثوا ان سب اندوكارديال بورشن، في السب اندوكارديال بورشن. يبقى موست مايوكارديال انفاركشن اوكير، موست اوف كيسز اوف مايوكارديال انفاركشن اوكير ان سب اندوكارديال بورشن لسببين، لان دي اكتر حته ملاصقة وعليه معرضة لضغط البلاد اللي في الفينتكل، طبعا بتتقفل الفيسل ساعتها، ومش كده وبس، وبتحتاج مور اوكسجين سبلاي. يعني المشكلة مزدوجة، ان بسبب ضغط البلاد، ضغط البلاد اللي في الفينتكل على الكابيلرز ساعتها هي اقل حتة بتاخد بلاد، وفي نفس الوقت لانها بتنقبض بقوة تحتاج اوكسجين اكتر. من اهم المعلومات ان اكتر حتة بيحدث فيها المايوكارديال انفاركشن هي السب اندوكارديال ريجن. والمعلومات اللي قلناها في الاي سي جي ان الحته دي لما بيحصل فيها انفاركشن ما بيبانش في الالكتروكارديوجرام الباثولوجيكال كيو، الكيو الكبيره ما بيبانش. طيب نيجي النقطه الثانيه في هذه النقطه، انه ايه الحاجات اللي بتنقص الكورونري بلاد فلو، وعليه لما ينقص الكورونري بلاد فلو مفيش دم رايح كافي لعضله القلب، يحصل الالم البين بتاع الانجينا بيكتوريس بتاع الذبحه الصدريه. ادي قيمه النقطه الثانيه، ان مين المرضى اللي عندهم الكورونري بلاد فلو بيبقى اقل وعليه اكثر عرضه ان يجي لهم الالم بتاع الانجينا بيكتوريس. ناخد اول حاجه، احنا قلنا معظم الكورونري بلاد فلو بيحدث فتره ايه؟ ديستول. يبقى عد معايا في اربع احوال هناخدها هنا بتقلل الكورونري بلاد فلو، اثنين متعلقين بالديستول، لان الكورونري بلاد فلو بيحدث اساسا في الداستول، يبقى هيقل لو قل الداستوليك بيريود، ولسه قايلينها زي في حالات التاكي كارديا اصراع القلب، في التاكي كارديا هتقصر فتره الداستول وعليها يقل الكورونري بلاد فلو، فالتاكي كارديا ممكن تجيب الالم بتاع الذبحه الصدريه. تاني حاجه لو قل مش الداستوليك بيريود، الداستوليك بريشر. طب امتى بيقل الداستوليك بريشر؟ من اشهر امراض اللي بيقل فيها الدايستوليك بريشر الا واحد عنده ارتجاع في صمام الاورطه، ان الدم في الدايستول في الاورطه بيرتجع للفنتكل، فكميه الدم اللي فاضله في الاورطه ادام ارتجعت للفنتكل، كميه الدم اللي فاضله في الاورطه في الدايستول تبقى قليله، وبالتالي الدايستوليك بريشر اللي بيعتمد عليه الكورونري بلاد فلو يقل. يبقى دي حالتين بيقل فيهم الكورونري بلاد فلو، لو قل الدايستوليك بيريود زي التاكيكارديا، او قل الدايستوليك بريشر زي الاورتيك ريجيرش الارتجاع في صمام الاورطه او البيتان داكتس ارتيروزس. طب ناخد كمان حالتين برضو نحب نفكر ما نبقاش حافظين. احنا قلنا انه الفلو بروبورشنال لبي 1 ماينس بي 2، بي 1 اللي هي الارتيريال بلاد بريشر اللي هو الدايستوليك بريشر، وبي 2 اللي هو الفنتريكولار بريشر، وقلنا مين المهم؟ الليفت فنتريكولار بريشر. يبقى يقل الفلو، يقل الفلو هنا لو قل الدايستوليك بريشر، او لطالب ذكي لو زاد الفنتريكولار بريشر، خاصه مين المهم؟ قلنا بتاع الليفت فنتكل، لو زاد الليفت فنتريكولار بريشر. وهذا يحدث هناخد في حالتين، الليفت فنتريكولار بريشر بيزيد لو العيان عنده اورتيك ستينوزس، يعني ضيق في صمام الاورطه، فالفنتكل عشان يضخ الدم في الاورطه لازم عشان يضخ الدم في الاورطه اللي هو ضيق لازم البريشر في الليفت فنتكل يزيد جدا. وعليه خد بالك، يبقى سواء العيان عنده اورتيك ستينوزس او اورتيك ريجيرج، يعني اي خلل في صمام الاورطه بيقلل الكورونري بلاد فلو، ستينوزس ضيق او ريجيرج ارتجاع، وبالتالي العيان يجي له الالم بتاع الذبحه الصدريه اكتر. او لو العيان عنده هارت فيلير، خلاص، لان في حاله الهارت فيلير هنا بيزيد الفينس بريشر. لو حصل عين هارت فيلر بسبب زياده الفينس بريشر، طب ما الفنتكل بيملى من الاترا، والاترا بيملى من الفينز، فلو زاد الفينس بريشر الاترا هتملى اكتر، وعليه الفنتكل هتتملي من الاترا اكتر، وبالتالي الفنتكل بريشر يزيد فيقل الكوروناري بلاد فلو في الهارت فيلر. يبقى تحدثنا في نقطتين نقولهم في عجاله تاني، انه النقطه الاولى ان معظم حالات الميوكارديال انفاركشن بتحدث في السب اندوكارديال بورشن، سؤال مهم جدا في الام اس كيو، لانها اكثر المناطق عرضه للبريشر، لانها ملاصقه للبلاد اللي في الفنتكل، وان هي بتحتاج اوكسجين سبلاي اكتر.
ثم تاني نقطة قلنا الأحوال التي ينقص فيها الكورونري فلو. خدنا حالتين متعلقين بالداستول وحالتين متعلقين بالليفت فنتيكل بريشر منتهى النظام. لو قل الداستوليك بيريود زي في التاكيكارديا أو قل الداستوليك بريشر زي في الأورتيك ريجيرج أو البيتاندكتس أرتيلوزس. أو لأن قلنا الفلو عبارة عن داستوليك بريشر ناقص الليفت فنتيكل بريشر يبقى هيقل الفلو لو زاد الليفت فنتيكل بريشر، وهذا يحدث قلنا في حالتين الأورتيك ستينوسيز أو لو زاد الفينس بريشر بسبب هارت فيلير. طيب يبقى خدنا درسنا قلنا ان الفلو عشان ما انتهش في اي فيسل بيعتمد على شيئين، البريشر جريدينت وده شرحناه اللي هو الكوروناري بيرفيوزنج بريشر. الكوروناري جايه من الاورطه رايحه للفنتكل يبقى هي عباره الكوروناري بيرفيوزنج بريشر هو عباره عن الاورتيك بريشر ناقص الفنتريكولار بريشر not the venous بريشر. وتاني عامل اللي هو الريزيستنس واللي هو هندرسه دلوقتي حالا. ناخد الكوروناري فاسكولار ريزيستنس. الكوروناري فاسكولار ريزيستنس اهي دي العامل التاني كوروناري فاسكولار ريزيستنس. احنا عارفين ان في معظم الاعضاء بتاعت الجسم حاجه اسمها تنظيم ذاتي اوتو ريجوليشن، فحتى في حاله الكوروناري فيسلز الاوتو ريجوليشن از كونسيدرابل معتبر. وخدنا في محاضرات الاوتو ريجوليشن بيعتمد على عاملين، مايوجينيك خاصيه عضله الاوعيه الدمويه وميتابوليك. في حاله الكوروناري فيسلز الريزيستنس بتاعه الكوروناري فاسكولار فيسلز بتعتمد اساسا على الميتابوليك، فهنبتدي ناخد الميتابوليزم. يبقى دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. يبقى مين البرايمري كنترولر بتاع الكوروناري ريزيستنس؟ الميتابوليزم. وببساطه شديده انه لما الهارت يشتغل كتير عاوز دم كتير. طب ما هو لما بيشتغل كتير بيطلع ميتابولايتس كتير، ميتابولايتس كتير ربنا خلى كل الميتابولايتس تعمل فازو دايليتيشن للكوروناري، فلما يشتغل كتير يطلع ميتابولايتس كتير، الفيسلز تتسع لانهم بيعملوا فازو دايليتيشن يجيله بلاد اكثر وهو ما ينبغي ان يكون. فيري سمبل ريجوليشن، نزود الكارديو اكتيفيتي يزيد الميتابولايتس يحصل مور كوروناري فازو دايليتيشن. يبقى اذا البرايمري كنترولر هو الميتابوليزم. طب زي كعادتنا، طب مين الاهم في الاهم؟ مين اهم ميتابولايتس اللي هو الاكشن ديماندز، احتياج عضله القلب للاكشن. لدرجه اقول لكم جمله جميله مش هتنسوها، ان الالم بتاع الذبحه الصدريه بيقولوا ان هو صرخه القلب بحثا عن اكشن، ذا كراي اوف ذا هارت فور اكشن. الهارت لما يقص عنده اكشن يتالم ويعمل لك الذبحه. فعشان كده الميتابوليزم هي البرايمري كنترولر. طب مين اهم حاجه في الميتابوليزم؟ مين الميجور فاكتور؟ الاوكشن ديماندز. لدرجه بيقولوا ان الفلو دايركتلي بروبورشنال تو ذا ميتابوليك كونسامشن اوف اوكسجين. طب تعال نشوف ازاي لما الهارت يحتاج اوكسجين اكتر ويستهلك اوكسجين اكتر يحصل كورونري فازوديليتيشن ويجيله دم اكتر، يعني اوتو ريجوليشن تنظيم ذاتي رائع. انه لما الهارت بيشتغل اكتر ويستهلك اوكسجين اكتر الاي تي بي بيبقى دي جريدد لادينوزين. ما هو عشان تكون ادينوزين ترايفوسفيت تاني محتاج اوكسجين، لما تستهلك الاوكسجين ما تقدرش تكون اي تي بي، الاي تي بي هيبقى دي جريدد لادينوزين. فربنا خلى اكتر حاجه تعمل كوروناري فازودايليشن هو الادينوزين. طب هل في عوامل اخرى؟ اه طبعا، كمان لله وحده ربنا. اه ده العامل الاهم، لكن ربنا بيستخدم كل الامكانيات. معظم الميتابولايتس الثانيه اللي بتزيد لما الهارت يشتغل اكتر بتعمل كوروناري فازودايليشن. كاربون دايوكسيد، هيدروجين، بوتاسيوم، لاكتيت، بروستاجلاندين، النيتريك اوكسايد. انما طالب بيقول لي لخص لي الميتابوليزم، ثلاث كلمات. الميتابوليزم هي البرايمري كنترولر. طب مين اهم حاجه في الميتابولايتس؟ الاكسجين، ده الميجور فاكتور. طب الميكانيزم؟ عن طريق الادينوزين. طالب الممتاز هو بيكتب في النظري كده، غير انه بيكتب فقرات بيحط خطوط تحت النقط اللي بتاخد عين الممتحن، ما عندوش وقت يقرا الديتيلز كلها يقول لك ده خلاص هو قال لي فين. الميتابوليزم هي البرايمري كنترولر الجمله الاولى، عن طريق الاوكسجين ديماندز الجمله الثانيه، الميكانيزم بالادينوزين.
طب نيجي تاني حاجة مسؤولة عن الكورونري فاسكولار ريزيستنس اللي هي النيرفوس سيجوليشن. كنا خدنا ان عضلة القلب بتتغذى بسيمباثيتك وباراسيمباثيتك اللي هم الاوتونوميك نيرفز. هنا بقى هنتبحر وهنتكلم اكتر عن اللي قلناه في الاوتونوميك. ففي هنا عندي دايركت افكت وإندايركت افكت. الدايركت افكت عن طريق الكيميكال ترانسميترز، والإندايركت مرة تاني عن طريق الميتابولايتس. فده المور امبورتنت وبيعمل اوبوزيت افكتس الدايركت، وهي الغالبة وهي اللي هتظهر زي ما هنشوف. تعال نتفرج مراجعة الاوتونوميك سريعة. فاكر السيمباثيتك نيرفوس سيستم بتاع الهارت؟ قلنا بيشتغل بطريقة دايركت اللي هي بالكيميكال ترانسميتر، وإندايركت عن طريق الميتابوليزم. كنا قلنا ان السيمباثيتك معلومه مهمه في الاوتونوميك، الكيميكال ترانسميتر بتاع البوست جانجليونيك نيورونز سيمباثيتك كانت هي النور ادرينالين او النور ابينفرين، وافتح ودنك براجع لك تاني النوت ادرينالين. السيمباثيتك بوست جانجليونيك نيورونز بيطلعوا نور ادرينالين، نور ابينفرين، نوت ادرينالين. وان النور ابينفرين ده او نور ادرينالين بيبقى مور باورفول على الالفا ريسبتور من نوع البيتا ريسبتور. فدايركتلي السيمباثيتك بيطلع نور ابينفرين تشتغل على الالفا ريسبتور، واحنا عارفين الالفا دي اكسيتاتري بتعمل كونتراكشن يعني فازو كونستريكشن. بس تعال نتفرج على الاندايركت افكت، ان النور ابينفرين بيشتغلوا كمان على البيتا ريسبتورز اللي على الكاردك ماسل، واحنا قلنا البي بي بيتا انهي بي بي بيتري ما عدا على الهارت. فالبيتا ريسبتور على الهارت بتزود الهارت ريت والفورس كونتراكشن، وعليه تزود الكاردياك اكتيفيتي، وعليه الميتابولايتس، والميتابولايتس بتعمل فازو دايليتيشن. طب دلوقتي يبقى دايركتلي السيمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن بالنور ابينفرين عن طريق الالفا، اندايركتلي عن طريق البيتا ريسبتور بيزود الاكتيفيتي في الهارت بيزود الميتابولايتس بيعمل فازو دايليتيشن. وكلنا حافظين في الاوتونوميك لما قلناها بدون تفصيلات ان في قصه محمد علي كلاي لما بيشتغل السيمباثيتك وعضله القلب بتشتغل جامد كان بيحصل لها عشان بتشتغل جامد كورونري فازو دايليتيشن. يبقى مين اللي غلب هنا؟ الاندايركت افكت اللي هو تاني عن طريق الميتابولايتس. طب اثبت ان في دايركت واندايركت افكت، سهله بسيطه خالص. الغي الاندايركت افكت، ادي بيتا بلوكرز، يبقى السيمباثيتك في هذه الحاله هيشتغل فقط عن طريق الالفا ريسبتورز دايركتلي، وهيعمل كورونري فازو كونستريكشن ومش كورونري فازو دايليتيشن، كورونري فازو دايليتيشن اللي احنا معتادين عليه. نفس الكلام في حاله الباراسيمباثيتك نيرفوس سيستم، في دايركت افكت عن طريق الكيميكال ترانسميتر وهو الاستايل كولين، وده الاقل اهميه. الاستايل كولين على عضله القلب بتشتغل عن طريق ماسكارينيك ريسبتورز يعمل فازو دايليتيشن. انما اندايركتلي الباراسيمباثيتك الفيجاس بتاع القلب كان بيقلل ضربات القلب الفيجاس انهيبيتوري تو ذا هارت ريت، فالهارت يشتغل اقل، الكاردياك اكتيفيتي تقل، فالميتابولايتس تقل، فيحصل مفيش حاجه تعمل دايليتيشن، فيحصل فازو كونستريكشن وهو الاهم. يبقى النيرفوس ريجوليشن في دايركت واندايركت، الدايركت بالكيميكال ترانسميتر وهو الاقل اهميه، والاندايركت عن طريق انه بيغير الكاردياك اكتيفيتي يغير الميتابولايتس وهي الاهم وهو ده الاكثر اهميه. عشان كده خدنا في الاوتونوميك ان الباراسيمباثيتك نيرفوس سيستم بتعمل كورونري فازو كونستريكشن لانها بتبطئ القلب، والقلب ده مشغل قليل مش محتاج دم كتير، محتاج دم قليل فيحصل كورونري فازو كونستريكشن. يبقى بنخلص ان سؤال الفلو اوعى تنسى من التخصيص للتعميم، الفلو في اي تيوب في اي فيسل اكتب من غير ما تبقى مذاكر يعتمد على شيئين، البريشر جريدينت والريزيستنس. وفي البريشر جريدينت قلنا بين نقطتين، الكورونري الطالب ذكي ما بيفكرش، جايب الدم من الاورطه من الروت اوف ذا اورطه، بعيدها تاني اهو، من عند الساينس الاورطه اللي هي خلف الكاسب موديها للفنتكل، يبقى الضغط في الاورطه عنه في الفنتكل، وقلنا ده كان معظمه في فتره الداستول خاصه الايرلي داستول خاصه الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. ثم ريزيستنس اتكلمنا في نقطتين، ان اتكلمنا على الميتابوليزم وعلى النيرفوس ريجوليشن، واكتشفنا ان النيرفوس ريجوليشن
بيشتغل اساسا اندايركت لانه عن طريق الميتابوليزم. ولا تنسى في الميتابوليزم كان اساسا اوكشن ديماندز عن طريق الادينوزين. طيب ننتقل الى ال measurement of coronary blood flow. عاوزين نقيس الكورونري بلاد فلو. الفلو عموما برضو تعالى ننتقل من التخصيص الى التعميم. اتعلمنا في الباي فيزيكس ان اي فلو بيتقاس في اي اورجان، في اي اورجان هارت، خدنا المحاضره الماضيه البرين بيتقاس بالفيكس برينسيبل. هنا باستخدام حاجه اسمها الكيتي ميثود، خدناها برضو مع السيريبرال، يعني السيريبرال والكورونري الاثنين بالكيتي ميثود بالفيكس برينسيبل، باستخدام نفس الغاز اللي هو النيتروس اوكسايد، باستخدام النيتروس اوكسايد. ومعادله تافهه جدا جدا جدا، بتقول ان الفلو في اي اورجان لابد انه يساوي الاماونت اوف سبستانس تيكن باي ذيس اورجان، وهو هنرمز لها بالكيو اكس، كميه الماده اللي بياخدها هذا الاورجان، ديفايد باي مقسومه على الارتيريو فينس ديفرنس، ارتيريال كونسنتريشن ماينس فينس كونسنتريشن. وهدي مثال طفولي وعبيط خالص، ده الهارت اهو، الارتري دخل كل 100 ملي لتر ارتيريال بلاد فيهم 60 ملي جرام نيتروس اوكسايد، يبقى ال 100 دخلوا الهارت فيهم 60، طلعوا في الفينس سايد كل 100 ملي لتر فينس بلاد فيهم 40 ملي جرام نيتروس اوكسايد. طبعا الاعداد دي انا اخدها سهله لكن مش اعداد حقيقيه. يبقى ال 100 دخلوا الهارت فيهم 60، طلعوا من الهارت فيهم 40، يبقى الهارت انتزع من ال 100 سنتي اللي دخلوه كام ملي جرام؟ ال 100 دخلوا فيهم 60، طلعوا فيهم 40، يبقى خد 20 ملي جرام من كل 100. ده الارتيريو فينس ديفرنس، بيقول الهارت بياخد من كل 100 20. طب اذا كان الهارت في الدقيقه بياخد 40 ملي جرام، هو بياخد 20 من كل 100. يبقى عشان ياخد 40 ملي جرام اللي هو الاماونت اوف سبستانس تيكن بير مينيت 40، لازم يدخله كام 100؟ ال 100 بتدي له 20، هو في الدقيقه بياخد 40، يبقى لازم ياخدهم من 200. ال 100 بيدي له 20 وهو بياخد 40، يبقى لازم يدخل 200، 40 على 20 ب 200. اظن كلام طفولي. حسبناها ازاي الفلو؟ الاماونت تيكن باي ذا هارت ديفايد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس. ال 100 بيدخلوا فيهم 60، بيطلعوا فيهم 40، يبقى هو خد 20 من كل 100. طب هو في الدقيقه بياخد 40، ال 100 بتدي له 20، يبقى محتاج كم 100 عشان تدي له 40؟ 200. قسمناها ازاي؟ قسمنا ال 40 على 20 في 100، تبقى هنا الاماونت اوف سبستانس تيكن ديفايد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس. حتى عشان نكمل معادلة في صورة صادقة أكتر هنضربها في 100. هنا أنا عايز أقول نقطة لطيفة جدا. طبعا إزاي بنعرف الأرتيريال كونسنتريشن؟ بناخد سامبل من أي أرتي، أني أرتي، هديني الأرتيريال كونسنتريشن. طب الفينس كونسنتريشن مين فاكر في الأناتوميكال كونسيدريشنز كان مين أهم حتة بتجيب الفينس بلاد؟ كانت كورونري ساينس، 75% من الفينس درينج بتاع الهارت في الكورونا ساينس، فبناخد بالعينه الفينس من الكورونا ساينس. يبقى السؤال الاصعب، طب ازاي بنعرف الاماونت اوف سبستانس تيكن باي ذا هارت بير مينيت؟ هو ده السر اللي استخدمنا النيتروس اوكسايد. ومش مصادفه ان انا عامل لك الارقام دي، ان الاماونت تيكن بكل 100 جرام من الكاردياك تيشو تساوي تركيز النيتروس اوكسايد في كل 100 سنتي فينس بلاد، لان الكوفيشنت بتاع النيتروس اوكسايد ما بين الفينس بلاد والكاردياك ماسل واحد. يعني ايه واحد؟ الكوفيشنت واحد ما بين الفينس بلاد والكاردياك تيشو، يعني تركيز النيتروس اوكسايد في كل 100 سنتي فينس بلاد هو نفسه الكميه اللي موجوده او اللي بياخدها كل 100 جرام كاردياك تيشو. مش مهم تعرف الديتيلز دي، بس انا فهمتك ليه يستخدموا النيتروس اوكسايد؟ عشان هذا النيتروس اوكسايد بيتميز بالميزه اللي قلناها دي، انه النيتروس اوكسايد، تعال اقولها لك حتى بالتعبير اللي هو المظبوط، انه النيتروس اوكسايد كونتنت اوف ذا كورونري فينس بلاد
is typical of the entire myocardial effluent. يعني زيها بالضبط ال nitrous oxide content of the coronary venous blood is a typical of the entire myocardial effluent. ليه؟ معناها ان هم زي بعض، لان الكوفيشن ما بين البلاد وما بين الكاردياك ماسل واحد، يعني هنا في كل 100 سنتي يعد في كل 100 جرام. طيب تعال نشوف، طلع في هذه الحالة ان كل 100 جرام كاردياك ماسل بياخدوا during rest 80 مليلتر، كل 100 سنتي اسف كل 100 جرام كاردياك ماسل per minute during rest بياخدوا 80 مليلتر. طب احنا كنا قلنا يا اولاد لو كنتوا فاكرين انه الكاردياك ماسل قد الهاند فيست، قد قبضة الايد، صح؟ وقلنا انها وزنها 300 جرام، كل 100 بياخدوا 80 during rest 80 مليلتر، يبقى ال 300 ياخدوا كام؟ ال 100 بياخدوا 80، يبقى ال 300 300 يبقى 3 في 80 تبقى 240. بلاش يعني الدقه دي، خلينا نقولها 250. يبقى الكورونا بلاد فلو لعموم القلب ديورينج ريست 250 مللتر بير مينيت، وهذا يمثل سؤال ام اس كيو 5% من الكاردياك اوتبوت. لكن لو عاوز تحسبها لكل 100 جرام اهي 80 مللتر كل 100 جرام بير مينيت. في نقطه هنا مهمه قوي يا اولاد، ان الاوكشن مايوكارديال اوكشن اكستراكشن ديورينج ريست، احنا قلنا ان الاوكشن اكستراكشن ديورينج ريست في معظم الانسجه بتبقى 25%. يعني الانسجه بتاخد ربع الاكسجين اللي موجود في البلاد، ربع الاكسجين اللي موجود في الهيموجلوبين. الهيموجلوبين كان لو كنتوا فاكرين كان بيروح مشبع 95% في الارتيريا بلاد، بيرجع في الفينس مشبع 70، يبقى راح في 95 رجع في 70، يبقى الانسجه خدت 25% يعني ربع الكميه. ما عدا الكاردياك ماسل التي تنقبض من المهدي الى اللحم، عندها اعلى سؤال ام اس كيو مهم جدا مايوكارديال اوكسجين اكستراكشن ديورينج ريست. ديورينج ريست بتاخد 70-80% من الاوكسجين اللي موجود في الارتيريال بلاد. عارف ايه قيمه المعلومه دي؟ ان لو الهارت، احنا بنقول ده ديورينج ريست، لو الهارت اشتغل اكتر محتاج اوكسجين اكتر، ما تقولوش خد من اللي فاضل، اللي ما فاضلش حاجه. هو ديورينج ريست بياخد 80%، يبقى عشان الهارت ديورينج اكسرسايز ياخد اوكسجين اكتر لازم تديله كوروناري بلاد فلو اكتر، ما تقولوش خد من الاوكسجين اللي فاضل لان ما فاضلش، لانه عنده اعلى اوكسجين اكستراكشن مايوكارديال اوكسجين اكستراكشن 80%. ولا تنسى رقمين زي بعض، يبقى كل 100 جرام بياخده من عضله القلب 80 مللتر وبياخده 80% من الاوكسجين. لما بياخد 80% من الاكسجين يبقى ده اونلي واي لما الهارت يشتغل اكتر، مش انك تقول له خد اللي فاضل، ما عندوش فينس اكسجين ريزيرف، ما فيش ريزيرف في الفينس بلاد، ما فاضلش حاجه تذكر في الفينس بلاد، لازم تجيب له كوروناري بلاد اكتر. طيب الكاتي ميثود او الفيكس برنسبل دي حاجه اكاديميه، احنا ما نهتمش نعرف عضله القلب ككل بتاخد كام، عشان كده انا قلتها في عجاله. انما المهم ان احنا نعرف في الطب الريجونال الميجرمنت اوف ريجونال بلاد فلو ان ذا هارت، يعني اني حته في القلب بتروح لها دم واني حته ما بيروحلهاش دم. طب واحد يقول لي ايه الاهميه بتاعت ده؟ ايه الايم بان احنا نقيس الريجنال بلاد فلو؟ ان الحته اللي ما بيروحلهاش دم هنديتكت اسكيميا، يعني نقص الدم، وعليه انفاركشن، يعني انفاركشن يعني موت. الحته مش رايحلها دم هيبقى عندها نقص دم وعليها موت انفاركشن. وقلت انفاركشن معناها افتح ودنك death of a tissue، death بس مش للانسان، of a tissue. تاني حاجه الحته اللي ما يروحلهاش دم من الفنتريكل مش هتشتغل، فبنعمل الحكايه دي to evaluate the ventricular functions. يبقى ده سؤال ام اس كيو مهم جدا، ليه بنعمل بنقيس regional blood flow to detect ischemia infarction and evaluate the ventricular function. ازاي بنعمل الحكايه دي؟ حاجه اسمها nuclear medicine، يعني هنستخدم مواد مشعه اللي هي راديو نيوكليوتايدز راديو اكتيف تريسرز، راديو نيوكليوتايدز راديو اكتيف تريسر، فبيسموها نيوكليار ميديسين. اشهر مادتين بيستخدموا اللي هو الثاليوم، ودي الماده الاشهر، ثاليوم 201 دي ماده مشعه، او الاقل شهره التكنيشم 99.
يبقى الثاليوم والتكنيشيوم. على فكره ناس كتير يقول لك انا رحت عملت ثاليوم او رحت عملت تكنيشيوم، الثاليوم هو الاشهر. فبنحقن العيان، الطرق دي نون انفيسيف. نون انفيسيف يعني ما تضايقش العيان، العيان عنده وجع في قلبه في، فمش عاوزين نعرف في حته من عضله القلب بتاخد دم او ما بتاخدش دم، فبنعمل له نيوكليار ميديسن، بنستخدم الراديو نيوكليوتايدز راديو اكتيف تريسرز، غالبا بنستخدم الثاليوم هو الاهم من التكنيشيوم. فقالوا له عم ما تخافش، احنا جاست سارحينك حقنا بماده مشعه اللي هي الثاليوم. فالقلب الحتت من القلب اللي بتاخد دم هيروح لها ثاليوم وهتاخد ثاليوم. سؤال ام اس كيو، بتاخد الثاليوم ازاي؟ بامبد باي صوديوم بوتاسيوم اتيبيز. سؤال ام اس كيو مهم جدا، بتتاخد مع صوديوم بوتاسيوم بامب وبتيكوليبريت، بتدخل جوه خلايا القلب فبتيكوليبريت مع الحاجه اللي جوه خلايا القلب اللي هي البوتاسيوم، يبقى بتتاخد بصوديوم بوتاسيوم اتيبيز وايكوليبريت مع البوتاسيوم. فالحتت اللي بيروح لها دم هيروح لها ثاليوم وهتاخده، الحتت اللي عندها اسكيميا مش هيروح لها بلاد وبالتالي مش هيروح لها ثاليوم، مش هتاخد ثاليوم. فلما نجيب الراديو ديتكتورز هنلاقي ما فيش، ما بتطلعش ومضات، فبتبان اس كولد سبوتس، يعني كل القلب اللي بياخد دم بيومض بينور بيدي اشعاعات، الحته اللي ما بيروحلهاش دم ما بيروحلهاش ثاليوم لا تومض، فبين كانها الحته دي كلها متوهجه اهي اللي باللون الاحمر، والحته اللي ما بيروحلهاش ثاليوم لا تصدر اي توهج، فعشان كده سموها مجازا وتجاوزا كولد سبوتس. طب الكلام ده بيحدث بعد قد ايه من حقن الحقنه؟ بيحدث بعد ربع ساعه، فعشان كده بنعمل صوره بعد ربع ساعه ديورينج ريست. ساعات عاوزين نبين العمليه اكتر، هي مش باينه ديورينج ريست، فبنخلي العيان يعمل اكسرسايز. ايه فكره الاكسرسايز؟ انه لما العيان يعمل اكسرسايز قلبه هيشتغل اكتر، فالحته اللي بتشتغل اكتر هتاخد دم اكتر، خصما من الحته اللي ما بيروحلهاش دم فيبان فيها البوظان اكتر. يبقى اما نعمل اكسرسايز الحتت السليمه هتشتغل اكتر، هتاخد بلاد اكتر، هتاخد ثاليوم اكتر، خصما من الحته اللي ما بتشتغلش يبقى هيروح لها ثاليوم اقل واقل، فاللي ما يبانش ديورينج ريست ممكن يبان ديورينج اكسرسايز. فممكن نعمل الحكايه تاني بالراديو ديتكتور بعد الاكسرسايز، وساعات بنعملها سيفرال اورز كمان بعد الاكسرسايز. يبقى ديورينج ريست بعد نص ساعه او ربع ساعه، وبعدين بعد الاكسرسايز. وفهمت ليه اللي ما يبانش ديورينج ريست هيبان في الاكسرسايز؟ لان في الاكسرسايز الحتت السليمه هتاخد اكتر، خصما من نصيب الحتت اللي ما بيروحلهاش دم يبان فيها البوظان اكتر واكتر، او بعد فيو اورز. وبتبان اس كولد سبوتس. التكنيشيوم ده بقى حاجه غريبه جدا يا اولاد، انه الماده المشعه دي بتتاخد بالانفاركت تيشو سيلكتيفلي، يعني الحته اللي بتاخدها هي الحته الميته، وطبعا ما نعرفش ازاي ده هي ميته ازاي بتاخدها، النون ميكانيزم. يبقى هناك كان بالصوديوم بوتاسيوم اتيبيز، انما هنا النون ميكانيزم، هناك بتتاخد بالحتت السليمه، هنا بتتاخد بالانفاركت اريا. طب يبقى مين اللي هيومد هنا لطالب ذكي؟ الانفاركت اريا هي اللي هتومد، هي اللي هتبان متوهجه، فهبان هنا از هوت سبوتس. يبقى في ثلاث فروق ما بين الثاليوم والتكنيشن في الام اس كيو، ان دي بتتاخد بالصوديوم بوتاسيوم اتيبيز، دي بالنون ميكانيزم، دي بتتاخد بالنورمال ارياز، دي بتتاخد بالانفاركت اريا سيلكتيفلي. طب دي بالنورمال اريا، يبقى الاريا اللي مش نورمال هي اللي مش هتومد، يبقى تبان از كولد سبوتس، انما النقطه الثالثه دي هتبان از هوت سبوتس. دي طريقه نون انفيسيف. عرفنا لما قريبك عمل الثاليوم انه عنده حته في القلب ما بيروحلهاش دم، بس ما عرفناش الانغلاق في انهي جزء، في انهي فيسل، عشان نصلحه عاوزين نعرف الانغلاق في انهي فيسل في انهي جزء، فبنعمل حاجه اسمها كورونري انجيوغرافي. جراف يعني تصوير، وانجيو يعني فيسل. تصوير اوعيه الكورونري، لو خدناها من الاخر الاول جراف انجيو كورونري، نصور اوعيه الكورونري. انجيو يعني فيسلز. بنستخدم راديو اوبيك كونتراست داي، صبغه ما لا تنفذ الاشعه اهي، وبنحقن الكورونري فيسلز بكاردياك كاثيتر. بندخل الكاردياك كاثيتر دي اما من الرجل من الفيمورال ارتري، اما من الايد من البريكال ارتري. فكاننا بنرسم خريطه للكورونري فيسل بالصبغه دي. لو حته فيها انسداد يبقى هيتوقف الصبغه عند النقطه اللي فيها اوبستراكشن، وعليه الديستال بارت مش هيروح له صبغه اهي.
هتوقف الصبغة عند الحتة اللي فيها انسداد، يبقى الحتة الديستال مش هيروح لها صبغة، فبان. فنعرف ان هذا الفيسل في هذا الجزء هو اللي عنده انسداد فنعالجه. طيب نوتس، قلناها خلاص ان الكوروناري بلاد فلو 250 لكل القلب، 80 لكل 100 جرام during rest. during rest لانه during exercise النسبة بتزيد عدة مرات، وانه بيextract 80% من الاكسجين. طيب نيجي بقى ناخد الكاردياك ميتابوليزم، دي مش عاوز نهتم بيها قوي، انما هنقولها في عجالة. ان under resting condition الكاردياك ماسل، وبرضو بحب ان احنا ننتقل من التخصيص للتعميم، الكاردياك ماسل هي ماسل في الاولة والاخيرة ماسل كأي ماسل، ودي معلومة قيمة في الامس كيو. under resting condition الميجور انري سبستريت هو الفاتي اسيدز، يبقى كل الماسلز سكيليتال وكاردياك، سكيليتال وكاردياك الميجور انرجي سبستريت دورينج ريست فاتي اسيد، معلومه في الام اس كيو، بتسبلاي 70% من طاقه القلب. طب القلب لو تعرض لاسكيميا يعني نقص في الدم وعليه انيروبيك كونديشن يعني ما فيش اكسجين، هيجيب الطاقه منين؟ كلنا عارفين يكسر الجلوكوز بمعزل عن الاكسجين، عمليه اسمها جلايكوليسيس، تحطيم الجلوكوز بدون اوكسجين اسمها جلايكوليس. طب ايه عيبها؟ ان عشان اعمل ادينوزين ترايفوسفيت يجيب لي طاقه للقلب بتكسير الجلوكوز بدون اوكسجين هستهلك جلوكوز كتير قوي، كونسيوم مور اوكسجين، والناتج مش هيبقى كربون دايكسايد وميه، انما هيبقى لاكتيك اسيد. تخيل جوه عضله القلب فيه لاكتيك اسيد، الاسيد حمض بيوجع، يبقى ربما اللاكتيك اسيد ده هو احد اسباب الالم في عضلة القلب لما ما يجيلهاش دم، اللي هو بنسميها انجينا بيكتورس. طب نيجي للأخطر بقى، السيفير برولونج الإسكيميا، لو نقص في الدم جامد ولمدة طويلة، سيفير وبرولونج، يبقى الأدنوزين ترايفوسفيت هتبقى ديجريدد، بتتكسر لمادة اسمها أدنوزين. اوكي طيب، نص الأدنوزين ده هيديفيوز من عضلة القلب ويدخل السيركوليشن ويبقى لوست وذين نص ساعة، يبقى حتى حلو حتى الأرقام، هنفقد نص الأدنوزين بتاع القلب في نص ساعة. طب عاوزين نكون بداله، تعال اتفرج بقى. unfortunately لسوء الحظ، لسوء الحظ replacement ما نقدرش نعمل جديد أكتر من 2% في الساعة، وعليها يحصل infarction. طيب ننتقل لجزء clinical واللي بيعنينا اكثر، وهو الكورونري هارت ديزيز، او يسموها اسكيميك هارت ديزيز، وهي قلت المتسبب الاول في الوفاه في عالمنا هذا. This is the most common cause of death في الناس اللي هم اكثر من 65 سنه، 1/3 of cases بيموتوا من كورونري هارت ديزيز. وانا مش عاوز قلت حد يتخض من هذا الرقم، لان هذا الرقم شوز ان the mercy of God، لان ارحم طريقه في وفاة، وكلنا لن نخلد وهيتوفر الله في يوم ما، دي أخف طريقة في الوفاة اللي هو الكورونري هارت ديزيز أو الإسكيميك هارت ديزيز. أنا شخصيا كل يوم بدعو ربنا بقول له يا رب أنا عارف أن في يوم من الأيام لابد أن تقبض روحي، فأرجوك اقبضها بالكورونري هارت ديزيز أو الإسكيميك هارت ديزيز، لأن السكند كوز موست كومن كوز هو الكانسر. وطبعا انت عارف بقى الكانسر بألامه، وانتظار بقى ان كل شويه نعمل اشعه ونشوف نظيفه مش نظيفه، مش لطيفه. طب ايه المين كوز، ايه اهم سبب للكروني هارت ديزيز؟ اثيروسكليروزيس، تصلب الشرايين، واللي هي حاجه لا يمكن تفاديها على فكره، يعني بيسموها باثوفيسيولوجي، يعني باثولوجي فيسيولوجي، مع تقدم العمر كل الناس بيحصلها اثيروسكليروزيس، فكل الناس بدرجة ما عندها كورونري هارت ديزيز. طب التايبس، يوجد نوعان من الكورونري هارت ديزيز، يا انجينا بيكتوريس زبحة صدرية، يا مايوكاردال انفاركشن اللي هيؤدي إلى نوبة قلبية، حتى فيها سجع اهو، يا زبحة صدرية انجينا بيكتوريس، يا مايوكاردال انفاركشن اللي تؤدي إلى نوبة قلبية. إيه الفرق بينهم؟ إن الانجينا بيكتوريس سببها ناروينج، ضيق في الشرايين التاجية، بإيه؟ بالأثيروسكليروتيك بليكس، بلوائح بتاع تصلب الشرايين بليكس. طيب
انما المايوكاردا انفاركشن مش ضيق، مش ضيق العن، انسداد اوستراكشن. لو حصل في البليكس دي رابتشر او حصل فيها هيموريدج فهيحصل كلوت اون توب تقفل الفيسل. يبقى الذبحه الصدريه باختصار شديد ضيق، النوبه القلبيه المايوكاردا انفاركشن انسداد. بس هما الاثنين اثيروسكلروز، اثيروسكلروز كده لوحدها بيور هتبتدي بانجينا بيكتوس. حصل فيها كومبليكيشن وانفجرت البليك او حصل هيموريدج وادى دي او دي الى جلطه قفلت الفيسل يدي مايوكاردا انفاركشن. طب الذبحه الصدريه نوعان، ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني العام بيجي له الم لما يعمل مجهود ولما يرتاح يروح الالم، دي ستيبل. انما ان ستيبل ان العان عنده الالم، عنده الالم ايفن دورينج ريست. يعني العان لما يرتاح مفيش الم يبقى ده ستيبل، بيجي له الالم وهو مرتاح يبقى دي ان ستيبل. طيب بروفوكد بايه الالم بتاع الذبحه ده؟ بيحصل بايه؟ بيحصل حفظتها لاجيال باربعه ايز، فور ايز. اكسرسايز طبعا لما تعمل مجهود اكسرسايز، وبعدين ايموشنز الانفعال يجيب الوجع، وبعدين اكسبوجر تو كولد لان الكولد بيعمل فازو كونستريكشن، وبعدين ايتينج تو ماتش لو فول ستومك. يبقى اكسرسايز ايموشنز اكسبوجر تو كولد ايتينج تو ماتش. طيب البين ده بيبقى ريفيرد بتاع الانجينا بيكتروس، بيسمع كل الناس عارفه في الناحيه الشمال، كتف الشمال والذراع الشمال بالظبط، حتى الثمانيه دي الانر بارت اوف ذا ليفت ارم والاوتر بارت اوف ذا تشيست، دي مشهوره قوي مع الليفت شولدر. وبيسمع في الرقبه وبيسمع في الجو، مهمه جدا. صور ساعات يبقى وجع بس في الفك وفي السايد اوف ذا فيس، وفي ناس عندها بيسمع في الباك، في الباك. كل ده بيبقى طريقه وجع الانجينا بيكتورس. طب ليه بيسمع في الـ في الـ في وجع القلب؟ بيسمع في الرقبه وفي الدراع، لان في الامبريولوجي الهارت والارم بيبتدوا في النك، فعشان كده كلهم لهم نفس النيرف سبلاي، نفس النيرف سبلاي، عشان كده هو ريفير تايب اوف بين. والالم بياخد اشكال متعدده، ساعات حاسس حاجه ضغط على قلبك، ساعات كونستريكشن حاجه قبض قلبك، ساعات الم. طيب يبقى ده ريفير تايب اوف بين، في الاغلب بيقعد فيو مينتس، ده الانجينا بيكتورس. ننتقل للاخطر وهو المايوكارد انفاركشن. ايه عيب الانجينا بيكتورس؟ خاصة النوع اللي هو unstable، مثل اللي هو بيجي الوجع والواحد قاعد. ان بقولها those of angina pectoris are candidates for myocardial infarction. يعني الموضوع بيبتدي بذبحة وبعد فترة لما قلنا هيحصل ان الاثيروسكلروتيك بليكس دي ترابتشر او يحصل فيها هيموريج ويحصل جلطة هتتقلب الى infarction، خاصة unstable. فعيب الذبحه انها مقدمه للجلطه، وقلنا ان الجلطه دي ذا موست كومن كوز اوف ديث في العالم. فتعال نشوف باي طريقه المايوكاردال انفاكشن بيؤدي الى الوفاه. في ذا موست كومن فور كوزز اوف ديث هنقولهم اهو، كلام كلينيكال محترم جدا. اول طريقه كارديوجينيك شوك، انهيار في الضغط كنتيجه ان حصل انفاكشن. هذا يحدث لو مات، شوف الاعداد محدده اهي، اكتر من 40% من مين؟ من الاهم اللي هو الليفت فنتكل. ولو حصل كارديوجينيك شوك 70% من المرضى هيتوفاهم الله. ايه اهميه النقطه دي؟ يبقى الكارديوجينيك شوك لو اكتر من 40% فين؟ في المهم في الليفت فنتكل مات من قبل الانسداد ده، ولو حصل دي 70% من المرضى هيتوفاهم الله. بقول ليه الكلام ده؟ عشان ما يجي لك عيان عنده مايوكارد انفاركشن وعنده كارديوجينيك شوك، لو انت فاهم ما تقولش لاهله ان احنا هنتدارك الحاله وهنعالجه خلاص والحمد لله دم وصل كويس هيبقى زي الفل، لا مش هيبقى زي الفل. اللي عنده كارديوجينيك شوك 70% هيتوفاهم الله. طب ليه كارديوجينيك شوك لو مات اكتر من 40% من الليفت فنتكل؟ في حته لسه سليمه، الانقباض بتاعها بدل ما يضخ دم للانسجه بتاعت الجسم هو ينقبض من هنا في الحته الميته، يحصل لها بلش، يعني تاخد قوه الانقباض ما بتروحش في صوره بامب في صوره ضخ، هو ينقبض والحته اللي ماتت لانها ضعيفه يحصل لها بلش، يبقى تمتص طاقه الحته السليمه اللي بتنقبض، فما فيش حاجه بتتضخ كافيه في الاوعيه الدمويه. ده اول سبب اللي هو الكارديوجينيك شوك، يحدث اكثر من 40% وبيؤدي الوفاه في اكثر من
70%. لو مات اكتر من 40% من الليفت فينتكل دي امتى تحدث؟ ولو حصل الكاردوجينيك شوك تبقى عارف ان 70% من المرضى دول هيتوفاهم الله. تاني حاجه اكيوت بالمونري اديما، العام بيغرق في مائه، ان ميه في الرئه، ذا بيشنت دراوند ان سول بودي ووتر، دي بتحدث بعد فيو دايز من المايوكارد انفكشن. وانس حصلت اكيوت بالمونري اديما العام بيتوفاه الله within hours. تالت طريقه اللي هي الفنتريكو فابريليشن، اللي هي رعشه القلب او توقف القلب، تحصل غالبا with large infarction، وفي مرحلتين محددين. في اول 10 دقائق اللي هو يقول لك جاله مات، جاله نوبه قلبيه ومات على طول، اللي هو يسموها السكته القلبيه، يسموها sudden death. مش في ناس ما عارف، في ناس الفيرست برزنتيشن اوف مايوكارد انفكشن او sudden death، يعني اول مره يحصل له مايوكارد انفكشن مات، اللي هو جاله فنتريكو فابريشن في اول 10 دقائق. اذا ما جالوش فنتريكو فابريشن في 10 في اول 10 دقائق، ربنا بيدينا فرصه حوالي ساعة قبل ما ممكن تعاود الكرة، فبتحدث تاني بعد ساعة ولمدة few hours. يبقى معروف، معلومات قيمة جدا، في أول 10 دقايق وبعدين عندك ساعة relatively safe period قبل ما ممكن تحدث تاني، يبقى حضرتك تعمل ايه في الساعة دي؟ لو العيان جاله مايوكارد انفكشن، ألم في 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 القلب جامد جدا وما حصلوش ventricular fibrillation في أول 10 دقايق، الحق وديه المستشفى في غضون الساعة دي، لان لو حصل له فنتريكو فابريليشن وهو في المستشفى ممكن اديله صدمه كهربائيه نشغل القلب. دلوقتي قلت عندنا اجهزه صدمات كهربائيه مش موجوده بس في المستشفيات، موجوده في اماكن التجمعات، وهي بتقول لك حط دول على القلب بتاع العيان اللي قلبه وقف، ولما ينور نور اديله صدمه قلبيه. فعندك ساعه اهي، يبقى في اول 10 دقائق وبعد ساعه يبتدي تاني ولمده في اورز. لو ما حصلش في المرحلتين دول غالبا ما بيحصلش الفنتريكو فابريليشن بعد ايام. طب هل ممكن يحدث فنتريكو فابريليشن من غير مايوكارد انفاركشن؟ اه، في الناس اللي عندها كوروناري هارت ديزيزز، يعني عندها مرض مزمن في الكوروناري. رابع طريقه بسبب الوفاه رابشر او انفاركت اريا، ان الحته اللي فيها انفاركشن انفجرت، فبتبقى ضعيفه وسوفت، فالدم بيخرج بره تجويف القلب ويتجمع في الغشاء التموري اللي هو البريكارديال بريكارديال ساك، يعني مش هيخرج بره خالص، الدم يخرج الحته انفجرت الانفارت، فالدم يتجمع في الغشاء التموري ويضغط على الاوعيه اللي داخله عضله القلب. طب مين اضعف اوعيه فيها الضغط قليل؟ الفينز، فيغلق الفينز، لما يقعد يتجمع الفلويد في الغشاء التموري تنضغط الفينز، وعليه نو فينس ريتير، وعليه نو كاردياك اوتبوت، والعيان يتوفاه الله. فبيتوفاه الله يا من كارديوجينيك شوك نمره واحد، اكيوب بالمونر اديما نمره اثنين، فنتريكو فابريليشن نمرة 3، رابشر اوف انفاركت اريا نمرة 4. طيب نيجي نشوف لما يحصل انفاركشن في لارج اريا ويز لارج اريا اوف اسكيميا الهارت بيحصل ايه؟ دي مهم قوي تبقى فاهم. منطقه اللي هي في النص اللي باللون الاصفر بتبقى ديد بعد ساعه لثلاث ساعات، وبتتحول الى فايبرس تيشو بعد 1 3 اورز، تحول لفايبرس تيشو. دي المنطقه اللي هي في النص، حواليها اريا تاني بتبقى نون فانكشنينج، يعني ما ماتتش بس مش شغاله، مثلها مثل الحته اللي ميته مش شغاله. يعني ايه مش شغاله؟ يعني ما فيهاش كونتراكشن ولا كوندكشن امبلس، حتى الاثنين هم لطاف بحرف السي، نو كونتراكشن اند نو كوندكشن امبلس. وبعدين حواليها منطقة تالتة وأخيرة بيبقى فيها weak contraction، يبقى في النص حتة dead ميتة، حتة ما ماتتش بس ما بتشتغلش non function، no contraction no conduction، وبعدين weak contraction. نيجي الدياجنوزيس والميكارد انفاكشن، ازاي بنشخص ميكارد انفاكشن؟ بنشخص ميكارد انفاكشن بطريقتين، الكتروكارديوجرام رسام القلب الكهربائي، وقلناها ارجع لمحاضرات رسام القلب الكهربائي قلتها بطريقه جميله جدا، ان اشهر حاله في القلب وهي المايوكارديال انفاركشن بيتاثر رسام القلب الكهربائي من الاخر للاول، يعني اول حاجه التي ويف اللي هي اخر واحده، ثم الاس تي سيجمنت ثاني واحده، ثم الكيو ويف. فالتي ويف قلنا فيرست اول تغير بيحدث ان بيبقى عندي لارج بيك تي ويف، التي ويف تكبر وتبقى بيك دي كده مدببه من فوق، يسموها حتى هايبر، هايبر يعني كبيره، هايبر اكيوت تي ويف، دي نمره واحد.
طب تاني حاجة الاس تي سيجمنت تبقى إليفيتد بأكتر من 2 ملي. وتالت حاجة ان في بعض المرضى في الأولد انفاركشن بقى في الأولد انفاركشن بيبان باثولوجيكال كيو، الكيو تبقى أكتر من تلت ال، بتبقى أكتر من تلت الار. وحتى أنا عاوز أرسمها لكم عشان مش عاوز عبط، في ناس بتلخبط الكيو مع الاس. في الحروف الأبجدية الكيو قبل الار، يعني اهي هوريها لك. الأولانية دي دي كيو، إنما الثانية دي دي اس كبيرة، دي في الفيز. يبقى لازم الكبير يبقى مش اللي بعد الار، مش اي حاجه نازله لتحت تبقى ديب كيو باثولوجيكال كيو. لازم تدور الاول فين الار، اهي الار اللي قبلها كبير يبقى ده ديب كيو اكتر من تلت الار لازم. وبعدين اللي بعدها دي قلنا لا. وقلت ما تنساش ان من هي اشهر حالات الميكارد انفاركشن اللي هو السب اندوكارديال، دي بقى غالبا ما بيبقاش فيها ديب كيو، يبقى بيتاثر الاي سي جي من الاخر الاول. التي تبقى لارج وبيكت اللي هو هايبر اكيوت تي، وبعدين الاس تي سيجمنت تبقى ليفيتد اكتر من 2 ملي لتر ملي متر، وبعدين باثولوجيكال كيو. ده الاي سي جي تشينجز. وقلنا الباثولوجيكال كيو ما بتحصلش في العنين اللي عندهم سب اندوكارديال ميكارد انفاركشن النوع الاشهر. وطبعا بتعرف الانفاركشن حصل فين من هو الكلام ده بيحصل في انهي ليد. الليد بيقول لنا في ليد بتصور الانفيرور، في ليد بتصور الانتيرو، في ليد بتصور لاترال، وهكذا. تاني حاجة مهمة جدا، لو ان حصل اسكيميا وانفاركشن يعني الكاردياك ماسل سيلز بقت انجرد، هتطلع محتوياتها، محتوياتها اللي هي ايه؟ كاردياك انزيمز، هتطلعها فين؟ في الدم. فتاني حاجة مهمة بل اهم، زيادة السيرم كاردياك انزيمز، الكاردياك انزيم يزيدوا في السيرم. اللي هما مين؟ اشهر حاجه التروبونين تي والتروبونين اي. قلت ده كلام ما فاهمينه، رد من الخصوص للعموم، من العموم للخصوص اسف. مش اي عضله فيها مايسن وتروبونين، فالتروبونين موجود في كل العضلات ما في عضله قلب، بيطلع في الدم فبيزيد التروبونين. التروبونين ده ثلاث انواع، كنا قلنا تروبونين تي وتروبونين اي، فاكر؟ فبيزيد التروبونين تي والتروبونين اي، ما بنتكلمش على سي، كان في تي واي وسي، اللي بيزيد التروبونين تي والتروبونين اي. طب ومش اي عضله فيها كرياتين، فبيزيد الام بي ايزومر اوف كرياتين كاينيز، بس دي مش مهمه قوي. المهم التروبونين تي والتروبونين اي بيزيدوا، ادي زي من شخص. نيجي التريبم، بقولها بطريقه لطيفه جدا وسهله جدا. الانجينا بيكتوريس الذبحه الصدريه ثلاث نقاط اساسيه في علاجها، والميكارد انفاكشن ثلاث حاجات اساسيه في علاجها. ابتدي بالانجينا بيكتوريس، عيان عنده ذبحه صدريه، الم في صدره بسبب ضيق، قلت الذبحه ضيق في الشرايين التاجيه، نقص في الاكسجين سبلاي لعضله القلب، الهارت بيجري كراي بيعيط عاوز اكسجين. في اثناء الاتاك تدي له نيتروجليسرين، النيتروجليسرين ده تابلت يحطها تحت لسانه او يستنشقه، فبيدايليت الكورونري فيسلز فيضيع الاتاك، لكن لسوء الحظ بيدايليت كمان السريبرال فيجيب للعين صداع. مش مشكله، بس المهم انه الالم بتاع القلب راح. طيب بعد كده بقى نفكر مع بعض، نمره 2 و3 نفكر بذكاء. احنا القلب الاوكسجين سبلاي بتاعه مش متمشي مع الكاردياك وورك، يبقى افكر بطريقه رياضيه، يبقى نزود الاوكسجين سبلاي، نعمل كوروناري فازوديليتور ونقلل الكاردياك وورك، ندي بيتا بلوكر. يبقى بنفكر فيسيولوجي، احنا مش بنعالج بقالين بندي اي دواء، بنفكر زي نعالج. احنا الاوكسجين سبلاي غير متلائم مع الورك، اقل من الورك، يبقى تعالجها ازاي؟ اعكس، تزود الاوكسجين سبلاي تدي كوروناري فازوديليتور، او تنقص الكاردياك وورك تدي بيتا بلوكر. طيب زي ايه حاجه، زي ايه حاجه بتعمل بتعمل فازو دايلتيشن، بتدي دي بنستخدمها بقى في الكرونيك ستيبل انجينا، الحاجات اللي هنقولها دي كرونيك ستيبل انجينا، بندي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز، ايس انهيبيتورز، دي حاجه خدناها، وانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز او كالسيوم شانل بلوكرز. مش احنا اي عضله
عشان تنقبل عاوزه كالسيوم بنقفل الكالسيوم شان. طب ما عشان الكوروناري تعمل كونستريكشن لازم تعمل كونتراكشن. الكوروناري فيسل عشان تكون ستيك تو دي كونتراكشن، فاحنا بنمنع الكونتراكشن بتاع الكوروناري بندي كالسيوم شانل بلوكرز. نقلل ورك ازاي بقى بالبيتا بلوكرز، مش البيتا هي اللي بتنشط القلب فبندي بيتا بلوكرز. طب نيجي علاج المايوكاردا انفاركشن. اهم كلمه في علاج المايوكاردا انفاركشن ان التريتمنت لازم ستارتس ايميديتلي، وثلاث حاجات برضو، يبقى هنا ثلاثه وهنا ثلاثه. اول حاجه احنا الجلطه دي لم تقضي على المريض، خايفين اللي يحصل جلطه تاني، فبندي انتي ثرومبوتيك ايجنت مانعات للتجلط. طب والجلطه الحادثه هنسيحها ثرومبوليتيك، نعمل لايسز للثرومبس فيسموها ثرومبوليتيك ايجنت، زي خدناهم زي التي بي اي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور او ستريبتوكينيز. بس ما لازم عشان الجلطه تسيح يبقى لم يمضي عليها الا اقل من 6 ساعات، كل ما عملت بدري يبقى فرصه انك تسيح الجلطه يبقى احسن. يبقى تدي مانع للتجلط ومزيل للجلطه، دي حاجه ودي حاجه، المانع غير المزيل، تمنع فيردر كلوتينج. هو لم يقضي نحبه بالجلطه دي، ممكن جلطه تانية موته، امنع التجلط. والجلطه الحادثه لو بدري لو ريسن سيحها. طبيعي بالحكايه نمره واحد دي ان لو العيان احتاج نعمل له اوبريشن وهو بياخد مانعات للتجلط وحاجات تساح الجلطه، ده بيزود نسبه الوفاه في العمليه من بليدنج. طيب نيجي بقى للبريك ثرو. قلنا ان متوسط عمر الانسان، ودي احصائيه في الولايات المتحده، سبل العلاج واحده منها تحسن علاج الكورونري هارت ديزيز اللي هي اهم سبب للوفاه. فميكانيكال اور سيرجيكال ابروتشز في الستينيات من هذا القرن، القرن الماضي اسف، القرن المنصرم، في 1960 وحاجه 60 توصل الانسان لانه يعمل عمليه الكابج. خلاص وهقول لك الكابج دي اللي هي بتعني ايه، اختصار ايه كلمه كابج دي. كابج دي اختصار كوروناري ارتي باي باس جرافت، كوروناري سي ارتي باي باس جرافت، يسموها كابج اوبريشن او اورتو كوروناري باي باس. دي عملوها الاول، دي ده اللي بيسموها القلب المفتوح، وزي ما بقول لا تعني ان احنا بنفتح القلب، احنا بنفتح على القلب لكن ما بنفتحش عضله القلب خالص. بنعمل ايه؟ فكره العمليه كالاتي، ممكن نصلح بيها واحد لفايف فيسلز، نحط 1 تو 5 جرافتس. طب الجرافتس دي بناخدها منين؟ بناخدها من الاورده، يا اما من الرجل زي السافينس فين، يا اما من الدراع، نقدر نستخدم من 1 لـ5. بعدين بنقلب الفين عشان يبقى الفالفز لبره، ونثبت احد طرفي الجرافت عند الروت اوف ذا اورتا والطرف الاخر ديستال تو ذا اوبستراكتد اريا، فالدم يجي كده يعدي الاوبستراكشن ويكمل. يبقى 1 لـ5 جرافتس. دي العمليه اللي هي رائعه، وبقول للناس اللي عندهم قرايب عملوا العمليات القلب المفتوح اللي قلنا ما بنفتحش القلب، بنفتح على القلب، بننشر عظمه الاسترنم وندخل على القلب لكن ما بنفتحش القلب خالص. ان العمليه دي may provide the patient with normal survival expectation، يعني ممكن يبقى عمر العيان عادي خالص كان ما عندوش قلب خالص، مش كده؟ دي العمليه الاصعب ولكنها الافضل. طب تاني حاجة في كوروناري انجيو بلاستي. بلاستيك يعني تصليح او تجميل، تصليح اوعية الكوروناري. دي بدأت في الثمانيات من القرن المنصرم في 1900 وحاجة، في الثمانيات بتوع يعني مش تصور، لحسن الحظ الكابج بدأت في الستينيات، دي بدأت في الثمانيات. أول حاجة بالونة، حط كارديو كاتر في الطرف بتاعها بالونة وننفخ البالونة دي فتوسع الشريان بالعافيه، البلون نفخ بالعافيه توسع الشريان الضيق 3 لـ4 مرات. طب ممكن يرجع يصغر تاني، عشان نقلل الاحتمال ده نحط ستنت دعامه. طب هو بيصغر تاني ليه؟ كنتيجه لتكون سكار تيشو، فايبرس تيشو. فممكن نحط ستنت دراج ايلوتنج ستنت، يعني معامله بادويه معينه، الادويه دي بتمنع السكار فورميشن. ومع ذلك سواء بالون لوحدها او بالون مع ستنت او مع دراج ايلوتنج ستنت، فبيحصل ستينوزس في 25% الى 40% من المرضى.
دي العملية التانية. العملية التالتة اللي هي نيور بروسيديورز بقى، حاجة جديدة خالص، حط ليزر بيم يعني شعاع ليزر بنحطه عند التيب اوف ذا كورونري ارتري كاسيتر، يعني من 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 طرف الكورونري ارتري كاسيتر بيطلع شعاع ليزر. شعاع الليزر ده بيبقى بقى ايه، بيديزولف بيسيح الاثيروسكليروتيك ليجن البليكس بتاعت الاثيروسكليروسيس من غير ما يدمج الارتيريا الاول اللي حواليه، من غير ما يعمل سكار تيشو في اللي حواليه كتير يخليها تتسد. دي حاجه جديده نيور بروسيديورز، وما زال لسه في العلم في حاجات اجدد. ثالث حاجه في العلاج غير ان احنا ندي مانع للتجلط ومنزيل الجلطه، وتاني حاجه قلنا اللي هي الميكانيكال سيرجيكال ابروتش، ابسولوت ريست. دي اللي بيهملها كثير من الناس، عاوزك اي واحد عنده قريب عنده مايكارد انفاكشن يقول له من فضلك ابسولوت ريست for weeks during recovery، على الاقل 6 اسابيع. ليه؟ to avoid حاجه هنهي بيها المحاضره دي اسمها كورونري ستيل سيندروم. ستيل يعني يسرق. تعال نفكر، لو العام ما ارتاحش ونزل وقال انا حاسس ان انا كويس قوي، حضرتك الحته السليمه في قلبك بتشتغل كويس، فلما لما تعمل مجهود هتشتغل اكتر، تحتاج الى دم اكتر، خصما من الحته اللي تعبانه اللي عندها اسكيميا. بعش كده بيقول لك ابسولوت ريست، ان اي شغل كتير هتحتاج بلاد اكتر للحتت السليمه، الحتت دي هتاخد بلاد اكتر خصما من نصيب مين؟ الحتت التعبانه، فالانفاركت اريا هتوسع. فعش كده يسموها كورونري ستيل سيندروم، يبقى الحته السليمه سرقت الدم بتاع الحته التعبانه. يبقى الحل عشان ده ما يحصلش ايه؟ كومبليت ريست، ابسولوت ريست فور ويكس، اتليست 6 ويكس اتليست. انصحوا يعني الأقارب والأحباء اللي عندهم هذه المشكلة بالكلام ده. وفي النهاية بشكركم على حسن متابعتكم، وحتى نلتقي مجددا بإذن الله في محاضرة جديدة، أسأل الله لجميعكم التوفيق. شكرا.